اهلا، رجعت لكم النهارده بوصفه جديده. الاول حابه اشكر الناس اللي كتبت لي كومنتات حلوه، بجد شكرا ليكم. هعمل النهارده تشاينيز نودلز، هستخدم ليها المكرونه الفيتوتشيني اللي هي الشرايط، وممكن برضو نستخدم اسباجيتي. هسلقها وبعد كده هجيب صدور بانيه واقطعها وهشوحها. انا بحبها بالفراخ، انتوا ممكن برضو تستخدموا لحمه. هحط بقى شويه صويا صوص في الطبق وعليه كيسين كاتشب، وده شكل الفراخ بعد ما استوت. دلوقتي بقى الخضار، هحط كوسة وفلفل وجزر مبشور، هو بس متجمد شوية عشان بصراحة ماما بتبشره وبتعينه في الفريزر. وكده المكونات تكون جاهزة. في نفس الطاسة اللي عملت فيها الفراخ هحط بقى كل حاجة. الأول حطيت الصويا صوص، بعد كده الفراخ، وبعدين الخضار، وحطيت بقى آخر حاجة المكرونة وقلبتهم شوية. وده بقى شكلها، بجد طعمها حلو جدا جدا، أتمنى ان انتوا تجربوها. وبس، باي باي.